السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مواقيت الصلاة في مصر: الخميس 28 سبتمبر 2023، 13 ربيع الأول 1444. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يؤذن الفجر في 25 دقيقة، تشرق شمس القاهرة في 6:46، ويؤذن الظهر على مدينة القاهرة في 12:46. العصر بإذن الله وحوله وقوته يؤذن على مدينة القاهرة في 14:11، المغرب في 6:45، وتؤذن العشاء في 8:02. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون شفيعة لنا يوم نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون شفيعة لنا يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبحقك عليه وبحق ياسين والقرآن، وفيه أن تفرج عنا الكرب الذي نحن فيه. السلام عليكم.